وفي مأرب، حيث تتواصل المعارك على امتداد مسرح العمليات القتالية بشكل متقطع بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية ليمن شباب. وشهدت الجبهة الجنوبية وتحديدا منطقة شرق البلق خلال الساعة الماضية قصفا مدفعيا مكثفا استهدف به الجيش الوطني تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثيين الإرهابية. كما كانت الجبهة الغربية مسرحا لاشتباكات بالمدفعية بين الجيش وميليشيا الحوثي تزامنا مع غارات لطيران التحالف. وقالت المصادر إن مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا اليوم الخميس من سحق أنساق حوثية في جبهة الكسارة أثناء محاولة تسلل وتدمير آليتين تابعتين للعناصر الحوثية المتسللة. وأفادت المصادر أن غارات التحالف تراجعت بشكل محدود في محافظة مأرب تزامنا مع تراجع نسبي للهجمات الحوثية في جبهات المحافظة خاصة الجنوبية منها. للاطلاع أكثر على الوضع الميداني في مأرب ينضم إلينا مراسلنا من هناك محمد عبد الكريم. محمد، أهلا وسهلا بك. مع ورود الأنباء التي تتحدث عن تراجع المعارك قليلا في جبهات مأرب، أطلعنا على أبرز تفاصيل الوضع هناك. نعم، المعارك هدأت نسبيا في جميع جبهات محافظة مأرب، لكنها لا تزال متواصلة في بعض الجبهات وبطريقة متقطعة، حيث اقتصرت تلك الاشتباكات على القصف المدفعي المتبادل بين الميليشيا الحوثية وقوات الجيش الوطني، حيث أفشلت ليلة أمس قوات الجيش الوطني هجمات كانت تعد لها الميليشيا من خلال استهداف تجمعات في منطقة الكسارة وأيضا منطقة العقدة شرق جبل البلق الاستراتيجي. لا تزال الجبهات محتدمة ولا زال الوضع الذي يشوبه هدوء حذر. لا تزال هذه الأوضاع تخيم على مختلف جبهات محافظة مأرب، خصوصا الجبهات الجنوبية وأيضا الجبهات الغربية منها، إضافة إلى جبهة أخرى اندلعت فيها الاشتباكات وهي جبهة محزام مات. هذه الجبهة التي في الأيام الماضية شهدت هدوءا كبيرا خلال المعارك، لكنها اليوم تدور فيها معارك شرسة وقصف مدفعي متبادل. وهذه المنطقة هي في منطقة حلحلان وأيضا منطقة محزام ماس قريبا من فرضة نيمة الاستراتيجية. نعم، ماذا عن جبهة العلم؟ هنالك معلومات تتحدث عن تحركات حوثية هناك بين مأرب والجوف. نعم، على بعد قرابة 200 كيلومتر من محافظة مأرب وتحديدا شرق محافظة الجوف تقع جبهة العلم، وهي جبهة مهمة واستراتيجية نظرا لأنها تقع على مقربة من عاصمة محافظة الجوف مديرية الحزم. هذه الجبهة تشهد اشتباكات متقطعة ومن خلال هجمات تشنها الميليشيا في محاولة للتقدم وكسر الأنساق وكسر الصفوف الأمامية لدفاعات الجيش الوطني في تلك الجبهة، لكنها تمنى دوما بخسائر فادحة. جبهة العلم هي كجبهة جبهات محافظة مأرب الغربية والجنوبية تشهد اشتباكات وما تلبث أن تنطفئ هذه الاشتباكات، لكن منذ 3 أيام شهدت تلك الجبهات هدوءا نسبيا إلا من قصف متبادل مع الميليشيا الحوثية وأيضا قصف لطيران التحالف العربي الذي شن عدة غارات استطاعت تدمير آليات عسكرية، لكن الغارات انحسفت قليلا عن الأيام الماضية. نعم، تحدثت عن يعني مواجهات متفرقة هنا وهناك، هل هنالك نتائج لهذه المواجهات؟ حسب مصادر في المركز الإعلامي للقوات المسلحة وحسب مصادرنا فإن قوات الجيش الوطني ومدفعيته تمكنت من إحراق طقمين للميليشيا الحوثية في جبهة الكسارة، أيضا استهدفت تجمعا في منطقة العقدة كانت الميليشيا تعد الهجوم وتم استهداف ذلك التجمع وتدميره بشكل كلي ووقوع عدد من الحوثيين أسرى من خلال كمين نصبته قوات الجيش الوطني في تلك الجبهة. الجبهات تشهد هدوءا حذرا اليوم، هذا يومنا هذا تشهد هدوءا حذرا، لكنه القصف المدفعي لا زال في ذروته، وخصوصا وأن قوات الجيش الوطني أو أن الميليشيا تترقب هجوم لقوات الجيش الوطني في هذه الجبهات المحتدمة. نعم، وصلت الصورة مراسلنا في مأرب محمد عبد الكريم، شكرا جزيلا لك.
Thank you.